ماما، في فلانية حمراء بقعت على الحوايج في الغسالة، شندير؟ ماما؟ ماما خيرك؟ ووك علي ووك، صفر مرة واحدة. شنو بطشة جايب صفر في الامتحان؟ لا، في الاملة. شوفي املته كيف. ووك خطة زبالة. شوفي املته انتي. بكو لا، املته صفر، ضروري ترفعيه الابلة تقريه، ما تخليش هيكي يكبر ما يعرفش يكتب. أنا عندي ليك فكرة، جرتها لولادي خالد قبل وبجي بعدها ما شاء الله. قوليني يا جارتي، قوليني أي شي نبي حل. أهو نقولك، خودي قلم وورقة واكتبي على كل حاجة في الحوش اسمها، باش كل ما يجي يفتح الباب ولا يطفي الضي يشوف الكلمات كيف تنكتب ويعرف تهجئتها. شنو بتبيع الحوش ولا شنو؟ لا، هذه لقطة دايرتها باش خوك بطشة يتعلم الكلمات وكيف يكتبها. وعب يا لقمر بتكتبها. شن مش عاجبك؟ هذا شو اسمه به؟ روشن. روشن عينك، نافذة يقولولها مش روشن. ماما جعان. زعان ولادي؟ ايه. بهي كيف تنكتب كلمة زعان؟ تهزاني كلمة زعان ترى؟ جعان. شنو هادي؟ منين جبتها؟ جعان تتهزى جيم عين ألف نون. باهي. ما يقولوش باهي، يقولوا حسنا. كيف تتهزى حسنا؟ دخليه للجامعة باهي، أنا صغاري كلهم تعلموا لملة من الجامعة. جامع؟ لا لا، ما يبيش، نبي نعمة خالد. ما يصير فيك شيء، برا اقرا في الجامع وبعدين العب مع خالد. الجامع باهي يا ولادي، تقرا فيه القران وتتعلم الكتابه كويس. الله اكبر، الله اكبر. والسماء. السلام عليكم يا شيخ، هذا ولدي بطشة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا يا ابني. تحسنتش بكل. طبري بالك يا نجمة، مش في يوم واحد بتتحسن املته، بشوية شوية، صيف صيفين وتلقيه ما شاء الله. ان شاء الله. شاطر ولادي، ما شاء الله عليه. ماما مش هيك تكتب شاطر؟ شين ألف طاء راء. نعرف نعرف، أنا بنكتب شطور مش شاطر. مش فاضي تعب، خربش لي مناديري بدو عفرها. وش عامل؟ شني شعورك تكلم فيا قدام الباب؟ ثوان يا راجل، ليك وحشة مع الشفناء. شبك شبك، شو شو بين يديك؟ انك قاعدين هذك يا رب. طاطا واد هكنا لين داب. زيدي يا دهكي زيدي. نجمع الشناخ رخبار بنتهم وانت عرش. بس ده يا فهد باهي. حاسة فيكم.